بالنسبه للاكزيما فخصنا نعرفوا اولا بالاكزيما. في الاكزيما وهي كتبان في الجلد على شكل بثور حمراء كتكون مملوءه بالماء وكتكون مصحوبه بواحد الحكه اللي كتكون شديده. فخصنا نعرفوا بالاكزيما لان بزاف الناس كيخلطوا ما بين الاكزيما والفطريات. فالاكزيما هي حساسيه تاع الجلد بالنسبه لماده خارجيه، اما بالنسبه للفطريات فهي ميكروب كيكون محتوي في الاحذيه، مثلا في الاراضي اللي كتكون رطبه وكتكون سخونه مثلا في الحمام. هذا فهما جوج امراض اللي هي مختلفه تماما. اذا الاكزيما عنده علاجات، هو مرض مزمن لانه هو هذه المواد هذه اللي عندنا لها واحد الحساسيه كتكون موجوده في المحيط ديالنا، وخصنا اولا انه نعرفوا هذه الماده هذه، يعني كيكون عبر يعني دي تيست، يعني واحد لي تيست اللي كنعملوهم على السطح تاع الجلد باش نعرفوا اولا اشنو هي الماده اللي عندنا لها واحد الحساسيه، ومن بعد ذلك فكنقوموا بالعلاجات اللي كتكون فعاله واللي كتتحسن من الحياة اليومية ديال الإنسان.